السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لليوم كيف نعمل أكياس توزيعات صغيرة مثل الصورة على شكل جزدان أو شنطة. من خلال برنامج ديزاين سبيس منروح على إيمجز، بعدين نعمل سيرش على كلمة باك. كتير عنا أشكال متوفرة وجاهزة للأصول الثانية. طبعا رح أختار هذا الشكل المفرغ، كبر الديزاين لأخذ راحتي بالتصميم. بعدين بختار الشيب سكوير عشان احصل على الجزء المقصوص منه، احصل على نفس الشيب. بعمل دوبليكيت للشيب الاصلي، وطبعا بعمل اول شيء دي اتاش لأفصل الخطوط الثانية واقدر اقص الشكل المفرغ. هون عملنا سلايس وهيك حصلت على الشكل على نفس حجم الشكل المفرغ. بعد هيك بكبره لحتى يكون عندي مساحة احط الصمغ اثناء التثبيت. بعمل منه نسختين لانه بدي نسخة شفافة ونسخة يكون مكتوب عليها. هون بكتب كلاس او 2020-2021 بما انها توزيعات تخرج. بعمل روتيت بحيث انها تكون ملائمة للشكل. نفس الشي بعمل ل 2020-2021 كمان روتيت شي بسيط لحتى تناسب كلمة كلاس اوف والشكل الموجود. بعد هيك بدمج الكلام مع بعضه ولد، بعمله سلايس مع الشكل لاني بدي اياه مفرغ. هيك حصلت عليه مفرغ، طبعا بمحي كل الاجزاء اللي ما بدي اياها. هيك حصلت على الشكل اللي بدي اياه. بعمل جروب لاقدر اتحكم بالسايز وبحط السايز اللي بدي اياه كشكل التوزيع، بديها كبيرة صغيرة حسب السايز اللي انا محتاجيته. هون طبعته على كارد ستوك 180 جرام. هون الشكل المذهب المكتوب عليه وكمان الشكل الشفاف. يفضل دايما بعمل التوزيعات او البوكسز يكون الكارد ستوك 180 جرام فما فوق، كل ما كان اسمك كل ما كان افضل. هون طبعا الخطوط الثانية عندي واضحة جدا، اساسا هو الديزاين جاهز للاصل والثاني، ما تغلبنا وما صممنا. الخطوط الثانية واضحة بس بثني عليها. هون بثبت القسم الشفاف طبعا من الداخل. بهذا الشكل. بعد هيك بثبت الشكل الثاني اللي انا عملته من ذهب. بتأكد انه كل شيء تمام. بعد هيك بجمعه. هون بنكون حصلنا على هذا الشكل، هو عبارة عن توزيعات ميني على شكل جزدان أو شنطة. بتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. يعطيكم ألف عافية.